أتمنى لو صلصة ماكدونالدز لن تغادرنا. غنية شهية. أين نحن؟ جاء الأبطال لمساعدتنا على الاحتفاظ بالصلصة. نحن؟ الوقت مع الصلصة على وشك النفاث. اذهبوا إلى الخبير. هيا بنا. هل يمكننا حقا أن نجعلها تبقى؟ لا ضرر من المحاولة. في الحقيقة لا توجد نكهة تدوم إلى الأبد، ولكنها ستبقى في قلوبكم دائما. جربوا صلصة سيفوري تشيلي الجديدة فقط في ماكدونالدز. بارا با با با. أوه، لدي صلصة أخرى.